السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم مجددا. كنحييكم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. أجواء ليلية مثيرة، قبل يعني ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف، واللي بهد المناسبة يعني عيدكم مبارك سعيد، ذكرى مولد سيد البشرية رسول الله عليه وسلم، عليه الصلاة والتسليم. كنتمنى أنها يعني تكون ذكرى عزيزة، ذكرى غالية على الجميع. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. في هذه الأثناء يعني أجواء ليلية مثيرة من القلب ديال المدينة ديال سطات، عاصمة ديال الشاوية. كنحييكم مجددا على التواصل، كنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. هذه هي مجمل أجواء متتبعي قناة شوف تي في من قلب مدينة سطات. كنحييكم على التواصل والتفاعل، وكنقول لكم ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. هذه الأجواء متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية. كنحييكم مجددا على التواصل، كنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر اللي كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء. القناة شوف تي في جميع المشاهدين المتتبعين الأوفياء قناة شوف تي في بهذه الذكرى الغالية، ذكرى المولد النبوي الشريف، واللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنها يعني تكون خير على الجميع، على جميع المشاهدين المتتبعين الأوفياء قناة شوف تي في، وعلى الأمة الإسلامية، على الأمة الإسلامية. هي الأجواء متتبعي قناة شوف تي في يعني في الليلة ديال ذكرى المولد النبوي الشريف، كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في، من خلالها أننا كنحييكم على التواصل، كنحييكم على التفاعل، كنقول لكم ذكرى هاد المناسبة العظيمة، ذكرى مولد سيد الخلق سيد البشرية عليه الصلاة والسلام والتسليم. بغينا نعرفوا متتبعي قناة شوف تي في يعني كنقول لكم الأجواء كيفيرة من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. بغينا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم، كيف كدوز يعني شنو هي العادات، شنو هي التقاليد اللي كتمر بالاحتفاء
الاحتفال بهذا الذكرى العزيزة والذكرى الغالية. تتبعي قناة شوف تيفي مباشرة من مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية. كيف ما كتشوفوا يعني أجواء ليلية مثيرة بأهم الشوارع مدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. الذكرى الغالية ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد سيد الخلق عليه الصلاة والتسليم، اللي بهذه المناسبة يعني كنهنئوا الجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تيفي، وكنهنئوا الأمة الإسلامية والشعب المغربي، وكنهنئوا رمز البلاد جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بعد حلول هذه الذكرى على مولد النبوي الشريف. نشكركم متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. كيف ما تشوفوا يعني جولة ليلية من أهم الشوارع والمدن، أهم الشوارع والأزقة ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، اللي كاين واحد الهدوء تام. كنشكروا الجميع على التواصل، كنشكروا الجميع على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة. كنحيوكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي. كيف ما ذكرنا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تيفي، يعني كنهنئوكم بهاد الذكرى الغالية، ذكرى مولد سيد البشرية والخلق عليه الصلاة والتسليم. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، كنطلبوا من الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع المرضى والرحمة والمغفرة لجميع أموات المسلمين فهاد الليلة العظيمة، ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف. هدوء شبه تام وأجواء مثيرة من قلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. كنحيوكم مجددا متتبعي قناة شوف تيفي، كنحيوكم على التواصل، كنحيوكم على التفاعل. متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، اللي من خلاله أننا كنحيوكم على التواصل، كنحيوكم على التفاعل، كنقول لكم يعني كنهنئوكم بهذه الذكرى الغالية، ذكرى المولد النبوي الشريف.
هي ذكرى غالية، ذكرى سيد مولد سيد الخالق وسيد البشرية. مجددا متابعي قناة شوف تي في، كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع، دمتم في رعاية الرحمن.